هذا لا يعد نفاقا، كون الإنسان يستتر بستر الله في معاصي الله هذا ليس بنفاق، لأنه يخشى الله ويخاف الله وهو مؤمن بالله عز وجل ومعترف بخطيئته وخجل من الله عز وجل، فهذا ليس بمنافق. والذي ينبغي للإنسان إذا فعل معصية أن لا يخبر أحدا بذلك، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون الذين يفعلون المعصية ثم يصبحون يحدثون بها الناس، هذا ما هو في عافية. لا أحد أرأف بك من الله ولا أرأف ولا أحد بالتوبة من الله، فإذا أسأت ولم تخبر أحدا صارت المسألة بينك وبين من؟ وبين الله، وينتهي المشكلة. فنقول للأخ استتر بستر الله، وليس هذا من النفاق، واحرص على أن تتوب إلى الله توبة نصوحة. وإذا كنت مبتلا بهذا الأمر فتفكر فيه أنه حرام وله آثار سيئة على البدن ولا سيما على مستقبل الإنسان، والإنسان العاقل يحكم العقل، والعاقل هو من يغلب عقله شهوته. تجنب هذا وتلهى عنه، ثم احرص على أن تتزوج، احرص على أن تتزوج مبكرا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأعصم للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم.